تفضل يا أختي أم محمد. أم محمد، السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام. السلام ورحمة الله. يا شيخ أنا والدة في الأربعين، وبعض الأحيان يكون عندي بعض الأوقات تصير طاهرة، مثلا العصر الظهر تصير طاهرة، أو يصير عندي مثلا بعض الشيء والعصر تصير طاهرة، أضطر أجمع الوقتين. تصلين بيه؟ طيب، ما دام عليت شيء من دم النفاس ولو يسيرا ولو صهرة فأنت نفسا ولا تصلي. أما إذا كان ينقطع يوما كاملا فإنك تغتسلين وتصلين، فإن عاد في اليوم الثاني فإنك تجلسين، وهكذا، لأن هذا نفاس متقطع. طيب،